المنصة الإعلامية الكويتية حليمة بولين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام أحدث جلسة تصوير خضعت لها في لبنان بعد أيام قليلة من طلاقها. وظهرت حليمة بإطلالة ناعمة وهي ترتدي فستانا باللون الأزرق بين نقوشات وردية، واستغنت عن الإكسسوارات تماما ووضعت مكياج تناسب مع لون بشرتها، واستعانت في بعض الصور بقبعة ونظارة شمسية. كما تألقت خلال جلسة التصوير بإطلالة أخرى حيث ارتدت بنطلون عالي الخصر مع تيشيرت بلون يتناسب معه، واعتمدت على تسريحة الشعر المبلل. وكانت حليمة بوليند قد أعلنت طلاقها بعد مرور أقل من شهرين على الزواج، وأعلنت عودتها لممارسة نشاطاتها الفنية بعدما كانت قد اتخذت قرار الاعتزال عند زواجها من المحامي عبد الرازق. خضعت الفنانة المصرية غادة عادل لجلسة تصوير رومانسية بعدسة المصور خالد فضة، هي الأولى بعد إعلان خبر طلاقها رسميا من والد أطفالها الخمسة المخرج مجدي الهواري. غادة عادل اختارت فستانا قصيرا باللون الفضي اللامع مع نظارة شمسية، وتركت شعرها منسدلا مع اعتماد مكياج شاحب، وتركت الخلفية الألوان البحر والسماء الزرقاء، وقامت بتنسيق الأزياء عبير انصاري وقصة الشعر والمكياج لعاشور. شاهدوا معنا الصور.